استكملت قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي تحرير المناطق الواقعة بين مديريتي باقم وصفراء بمحافظة صعدة، تمهيدا للتوغل باتجاه معاقل ميليشيا الحوثي الانقلابية في الرزامات. وأكدت مصادر عسكرية تمكن قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي من فرض سيطرتها الكاملة على خطوط التماس بين مديريتي باقم والصفراء بالكامل بعد يوم واحد من السيطرة على مواقع استراتيجية فيها، مشيرة إلى استمرار عمليات الجيش الوطني في تلك المناطق حتى استكمال تأمينها من بقية جيوب وألغام ميليشيا الحوثي الانقلابية. وذكرت المصادر أن قوات الجيش واصلت عملياتها العسكرية باتجاه منطقة الرزامات بعد استكمال تحرير المناطق الفاصلة بينها وبين مديرية باقم بعد معارك عنيفة خاضتها مع ميليشيا الحوثي بمساندة مقاتلات التحالف التي كبدت الميليشيا قتلى وجرحى ودمرت آليات وتحصينات عسكرية تابعة لها في تلك المناطق قبل دخول الجيش إليها وفرض سيطرته عليها بالكامل. شنت قوات الجيش والمقاومة قصفا مدفعيا على مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة الضالع. وقالت مصادر ميدانية إن مدفعية قوات الجيش والمقاومة استهدفت مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة حبيل عبيد جنوب غرب الفاخر بمديرية قعطبة شمال غرب المحافظة. وأضافت المصادر أن المدفعية استهدفت آليات عسكرية بالإضافة إلى طقم عسكري كان محملا بماسورة كاتيوشا في منطقة الموصلية غرب صبيرة، وتم إصابتهما إصابة مباشرة وتدميرهما بالكامل ومصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيا الانقلابية. أفادت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني دمرت وبدقة مواقع للميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران في موقع الأعبل بمديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب، ما أدى إلى تدمير متاريس وأسلحة كانت فيها وخلفت قتلى وجرحى في صف الميليشيا الحوثية الانقلابية. تمكنت قوات الجيش والمقاومة من إفشال هجوم لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية مكيراس الواقعة بين محافظة البيضاء ومحافظة أبين، وتبادلت القصف المدفعي والصواريخ مع العناصر الحوثية وكبدتهم خسائر كبيرة في العتاد العسكري والأرواح. ووفقا لمصادر عسكرية بالمنطقة مؤكدة استمرار المواجهات بين الجانبين على خلفية استحداث الحوثيين مواقع جديدة على ميمنة الجبهة.